سألت التاريخ الأكبر عن صفحة خلد لا يفتر، عن زمن يستغرق فينا رحلة مجد لا يتقهقر. فأجابت مئذنة الدنيا حي على شرفات الأزهر. تقوم صفا معوجا وبقلب السطع هي اللحمة. كفك من غصن الريحان ونثرت بذورا فاجتمعت سرا يطلق الآذان. لك أن معزا شيدك لتشيد أنت الإنسان. ما الأمر يا مولاي؟ أخبرني الحاجب أنه أمر جلل. كارثة كبرى يا شاهين. الأسطول الذي أرسلناه للاستيلاء على قبرص يوشك أن ينهزم. أحقا ما تقول يا مولاي؟ هذه رسالة من القائد زين الدين، رسالة استغاثة. وما الذي سنفعله الآن؟ أشر علي يا شاهين، أشر علي، ماذا ترى؟ أرى أن نرسل إلى زين الدين بأن ينسحب بالجيش عائدا إلى القاهرة. هذا ما تراه حقا؟ لنحافظ على ما تبقى من الجيش، الجنود والأسلحة والعتاد، ونعيد ترتيب أنفسنا ثم نعيد الكرة عليهم. نحن إن عدنا خائبين هذه المرة ستقوى شوكة القبارصة ويظنون بأننا ضعاف، وربما أغار علينا في بلادنا. إذن نرسل لجيشنا المدد فيكملون المعركة. لا يا شاهين، لن أرسل مددا، بل سنجهز أسطولا كاملا لننهي هذه الحرب وإلى الأبد، وندخل بلاد القبارصة ونخضعها لأمرنا. أمرك يا مولاي، أتسمح لي بقيادة هذا الأسطول؟ لا، القيادة ستكون لي أنا. استمر في العمل بجدية، لقد اقتربنا من تزييف الكمية المطلوبة من الدراهم. ألم يكن لنا أن نتوقف لأسابيع قليلة حتى تهدأ الأمور؟ نعم، فالأسواق مشتعلة والناس غاضبون لكثرة الدراهم المزورة. لن يفعلوا شيئا، وربما في القريب تصير الدراهم المزورة عملة أساسية في البلاد. ولكن الأمير شاهين ورجاله يقبضون على الكثيرين ممن يحملون تلك الدراهم،
وأخاف أن يصل إلينا. دعه ينشغل بمن يحملون الدراهم وسيصيبه التعب قبل أن يصل إلى مصدرها. ولكن تلك الكمية كبيرة، كيف سيتم توزيعها؟ لدي عدد من الرجال، سأعطي كل منهم كمية من الدراهم لينزل إلى السوق ويشتري كميات من السلع، وبعدها نعيد بيعها لتجار آخرين ونقبض الثمن دراهم أصلية. تخطيط شيطاني. ولكن يا رجل، ألا تخبرنا بمن يمدك بالنحاس وبرادة الذهب والطلاء وآلات السك؟ ألا تريد أن تخبرنا بمن يكون رب عملنا؟ أخبرتكم من قبل بأنه أحد أمراء المماليك من ذوي النفوذ، لا داعي لذكر اسمي. المهم أنه سيحمينا إن تم القبض علينا، أليس كذلك؟ كفاك تشاؤما، واعمل ولا تتكلم كثيرا، سنكمل تلك الكمية من الدراهم. أتسمع؟ يا أهالي القاهرة، باسم مولانا السلطان الأشرف بريسبي وبأمر قائد الشرطة الأمير شاهين، إذا قبض على أحدهم يزور الدراهم المملوكية أو يساعد في ترويجها أو يتستر على من يفعلون هذه الفعلة، سيتم إعدامه على الملأ فورا دون تقاض أو مداولة. يا أهالي القاهرة، باسم مولانا السلطان الأشرف الفلسطيني. بارك الله في السلطان وقائد الشرطة. أرأيت ما يفعلونه يا ابن حجر؟ المماليك لا يعرفون إلا الضرب بيد من حديد. نعم، تغليظ العقوبة بعد فوات الأوان. أراك مستهان، هل سيدفعك هذا لتعيد التفكير بالأمر؟ نعم، أعيد النظر، ويبدو أنني سأقبل، لعلي أكون سبباً في إنهاء تلك الكارثة وتبعاتها. سيكون الحل على يديك بإذن الله، ولكني أحتاج لسماع رأيك في جذور هذه المشكلة. بكل سرور. هل بدأت الأزمة بهرش الدراهم لأخذ برادة الذهب منها، أم حين تم خلطها بالنحاس والرصاص فقلت قيمتها، أم مع الدينار الأوروبي القادم من البندقية؟ هذا الأمر يحتاج لتحليل طويل. أعرف، ولذا أجمع آراء بعض الثقات من العلماء والمشتغلين بالتاريخ والتجار وصناع الذهب. يشرفني أن تعتبرني واحدا من هؤلاء الثقات. ومن غير ابن حجر ليكون على رأس تلك القائمة؟ أكرمك الله، سأعينك ما استطعت بما أعرفه في هذه المسألة، لعل الله يجعلك سببا لإنقاذنا من هذه الأزمة. هيا أيها الرجال، نريد أن ننقل تلك الدراهم اليوم ونسلمها لمن سيوزعونها في الأسواق. إنه ثقيل جدا، ألم يكن لنا أن نقسم تلك الكمية إلى نصفين؟ ننقل نصفها اليوم والآخر غدا. لا، يجب أن تنقل كلها اليوم، فلا عين صارت مفتوحة، ورجال الشرطة
يتربصون طوال الوقت. فمن الأفضل أن نغامر بنقلها مرة واحدة لننهي هذا الأمر ونستريح. هيا هيا، كفنا حديثا ولنكمل عملنا. أيها المفسدون، قفوا مكانكم. ما الذي يحدث؟ كنت سأسألك الآن نفس السؤال، ما الذي يحدث هنا أيها المزيف؟ افتحوا تلك الأجولة. دراهم مزيفة، ستدفعون الثمن غاليا، وسأنفذ عقابكم بنفسي. أيها الحراس، اقبضوا عليهم. أرجوك يا سيدي، نحن لم نفعل شيئا، تلك الأجولة ليست ملكنا. نعم نعم، نحن مأجورون يا سيدي، ارحمنا. اصمتوا أيها المذنبون، تحركوا من هنا. هيا أيها الناس، إن هؤلاء المفسدين كانوا يزيفون الدراهم وينقصون ميزانها من الذهب، يملؤون جيوبهم على حساب خسارة الناس وضياع تجارتهم. أعماهم الشيطان، فضلوا السبيل وأكلوا أموالكم بالباطل، وقد اعترفوا أن خلفهم من يساعدهم، أمير من أمراء المماليك الترك، ولكن لا أحد فوق الحق والعدل. إن رجالي في طريقهم ليقبضوا على هذا المملوك وسيلقى عقابه، وأنا الأمير شاهين أحكم باسم مولانا السلطان الأشرف بيرسبي، وبالسلطة التي خولني إياها بإعدام هؤلاء المفسدين جزاء لما فعلوا. هذا هو العدل، إنهم يستحقون هذا العقاب، هكذا يقولون عبرة. يا أمير شاهين، يا أمير شاهين، أيها الأمير الشيخ المقريزي، أوقف الحكم بالإعدام، هذا لن يحل الأمر. وما الذي سيحله إذن؟ ما سأعرضه عليك، لقد وجدت الحل، وجدته. نلغي الدراهم المملوكية. ما الذي تقوله أيها الشيخ؟ ما سمعته، تلك الدراهم المملوكية هي الأزمة في حد ذاتها. تفضل، هذا خلاصة ما وصلت إليه ببحث شامل لجوانب الأزمة وجذورها التاريخية. وإلى أين وصلت في بحثك؟ الأمر بدأ مع دخول العملة الأوروبية مع التجار، ذلك الدينار البندقي الذي يمتاز بنقاء ذهبه، فوثق به الناس وصاروا يخزنونه لقيمته العالية. وصارت المعاملات التجارية تتم به؟ بالضبط، وبدأ الناس يقارنون الدينار البندقي بنقود المماليك والتي لم تكن ذهبا صافيا تماما. نعم، فقد تعرضت للتزييف أكثر من مرة، وكان يتم إنقاص وزن الذهب بها وزيادة النحاس والمعادن الأخرى ليتكسب بعض أمراء المماليك. إن كان ثمة تزييف فقد بدأ من طبقة الحكام، واتبعهم بعض المفسدين حتى صارت نقود المماليك لا قيمة لها كما ترى، توزن بالرطل. ولكن كيف يكون الحل بإلغاء تلك النقود؟ لقد صارت عديمة الفائدة تقريبا، ولذلك فإلغاؤها ثم استبدالها بدينار جديد هو الحل الأمثل. دينار جديد؟ دينار ذهبي خالص، ويحظر تداول الدينار البندقي، وتحدد قيمة الدينار الجديد 13 درهما قديما. وعندما يثق الناس في الدينار الجديد يكون هو العملة الوحيدة الرائجة والمعتمدة من الجميع، وترتفع قيمته مع الوقت، فينعكس هذا على التجارة بالكامل، وسيشعر الناس بالفارق. إنها فكرة ممتازة، وسأعرضها على السلطان، ولكن حين يعود منتصرا من حربه بإذن الله. أيها الرجال، يا جنود مصر، سنبحر اليوم إلى شواطئ قبرص أرض القراصنة، لنريهم من هم جند المماليك ونذيقهم بأسنا.
حتى يعتبر كل من تسول له نفسه بالإغارة علينا أو على مراكبنا. فلنبحر وعلى بركة الله. مولاي 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 السلطان، هات ما عندك أيها الجندي. رسالة وصلت بالحمام الزاجل من القائد زين الدين. هاتها. الحمد لله، انتصر الجيش في المعركة ودخلوا قبرص وأصغروا ملكها. ما هذا الذي تعرضانه عليه؟ ألغي الدراهم المملوكية تماما؟ لا نرى حلا بديلا يا مولاي. ولو فشل الأمر مع الدينار الجديد؟ لن يحدث بإذن الله، ولكن حتى في هذه الحالة لن نخسر كثيرا. سنعود لهذه النقطة التي نقف بها الآن ونعيد النظر، ولكن علينا أن نحاول. فلنحاول. أحقا يا مولاي؟ ولم لا؟ إننا غارقون في هذه الأزمة منذ سنوات طوال، فإن كان هناك ما نفعله فلا بد من قرار، فالحلول المؤقتة لن تجدي بعد الآن. أنا سعيد لأني أسمع هذا الكلام مع أني توقعت خلاف ذلك، ولتعذرني لظني يا مولاي. لا بأس يا مقريزي، فأنا أعرف أن عهودا قد مضت كان مجرد الاستماع للحلول غير وارد، ولكني أريد أن أصلح ما فسد بالفعل، والآن عليكم بالتنفيذ. أصدر أمرك يا مولاي، وستبدأ دار السكة على الفور بسك الدينار الجديد. شاهين، نفذ على أن يشرف الشيخ المقريزي على هذا المشروع، وحتى يخرج الدينار الأشرفي الجديد إلى النور. المعذرة يا مولاي، أرجو أن تعفيني من هذه المهمة، لقد قمت بدوري. لا، لن أقبل اعتذارك، فأنت أقدر من يفعلها. سيكون دورك الإشراف على متابعة المشروع، أما رئيس دار السكة وكبير الصيارفة فهما المسؤولان عن التنفيذ. فلتقبل أيها الشيخ ولتنهي ما بدأت. أمرك يا مولاي.